في الموسم، وكل عام وكاع الجزائر بخير، وان شاء الله يا ربي. اليوم رانا في حفل خيري، تظاهره خيريه اللي تشمل 150 غريه لملابس العيد، ومنهم كل دواوين مستعالين. ورانا اليوم ان شاء الله راهم كحاضرين معنا اليوم هنا، والنص اللي ما جاش ان شاء الله غدوه ان شاء الله نوزع عليهم الحوايج تاعهم. بالمناسبه نشكر كل الناس اللي حاضرين هنا معايا، خاصه افعال الخير اللي واقفين معايا واللي ساهموا. ازوريه معروفه من تقاليد المجتمع المسلم الجزائري، نشكر القنوات الإعلامية الحاضرة على رأسها دي تي في وأجواء، شكرا لكم لأنكم تمثلون المجتمع الإعلامي ودوره في تواصل العمل الخيري داخل ولايتنا أستراليا. الطفل المعوز أو الطفل اليتيم، لأن هذه الفئة وهي فئة الأيتام تحتاج طبعا الى الدعم والى العنايه المطلقه. كما لا يفتني ان اشكر الامينه الولائيه السيده بدرة على الدعوه وحسن تعاملها مع الهيئات المنتخبه، لان الهيئات المنتخبه مع الجمعيات اظن انها مرحبا بكم. حنا نقول لكم صحبتكم ومرحبا بكم عندنا في الاقامه الامراء غروباي، وحنا ان شاء الله بربي ديما نسعوا في الخير. وهذه جمعيه قصدونا مرحبا بهم، رايحين ان شاء الله بربي دراري صغار ايتام ورخلينا حين يقسموا عليهم هدايا بمناسبه العيد الفطر ان شاء الله بربي عيد الفتح. ومرحبا بكم ونشكر كاع اللي ساهم في هذه المبادره ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. الوطنيه الجزائريه اللي تبني وطنها والانسان، والمنظمه الوطنيه لتواصل الاجيال اللي بدينا اليوم قائمه بالحق تكريمي بالنسبه لملابس عيد الفطر ان شاء الله، بحضور الفعاليات والجمعيات والسلطات المحليه وتحت رعايه السيد الوالي، وكذلك المنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب. أنا نضرب الشكر خاص لكل الجمعيات اللي ساهموا في هذا المطعم لإفراح فقراء المساكين السيد بليل العلي والسيدة بدرة، وشكر جزيل لجمعية حماية الطفولة والشباب التي كان مشرف عليها السيدة أمين، وجمعية تواصل الأجيال، وجمعية تقية الفتاة، وشكر خاص. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق المولى الكريم. حتى لو طيل على الجمع الكريم، اليوم نجتمع لأن منظمة تواصل الأجيال كعادتها وكما عودتنا في كل شهر جالية، لأنه نقول حاجة واحدة لازم توصل. عيب صحة.